بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب. نتكلم النهاردة عن سير السبلة. طبعا ده سير السبلة زي ما اتكلمنا قبل كده، في منه أطوال مختلفة، وبنعمل طبعا الطول على حسب رغبة العميل. يعني مثلا لو لاحظنا كده ان دي الاطوال، الطول دوت ده مثلا متر، ده متر واربعة سنتي. لو جينا نبص كده ده اقل منه اهو، ده متر. لو بصينا هنا كده ده 140 سنتي. طبعا ده السكنس بتاعه او السمك بتاعه عامل 1.1 أو 1.2، يعني 1.1 أو 1.2. طبعا ده يعتبر أعلى سمك موجود، يعتبر أعلى سمك موجود. طبعا ده بيستخدم في بطاريات سواء التسمين أو بطاريات البياض. طبعا موجود منه اي طول، بس معانا لحد متر ونص. معانا لحد ايه؟ لحد متر ونص. اقصى حاجه في العرض متر ونص. اقصى حاجه في العرض كام؟ متر ونص. طبعا دي اعلى خامه موجوده، دي اعلى خامه موجوده. شركه عرب جروب، ياريت لو بتابعونا من على اليوتيوب تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو.